مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. فقرتنا النهاردة فقرة مميزة، ليه؟ لأن احنا هنتكلم فيها عن حاجة بنحبها جدا. مين ما بيحبش البارفانات والروايح والتركيبات بتاعتهم بقى بأنواعها؟ والنهاردة كمان هنركب معاكم شوية بيرفيومز كده على الهواء. كلنا طبعا بنحب العطور والبارفانات والروايح الجميلة. فينا بقى اللي بيحب البارفانات الهادية كده خفيفة، وفي بيحب البارفانات التقيلة القوية. زي ما في هدوم صيفي وهدوم شتوي، في كمان بارفانات صيفي وبارفانات شتوي، ولكل شخص فينا ريحة بتميزه كده، بيبقى مميز بيها. والروائح الحقيقة كمان بتلعب دور مهم جدا في حياة الإنسان والعلاقات كمان ما بين البشر وبعضهم، لأن لاحظوا معايا كده هتلاقوا إن الروائح ممكن تفكرنا بأشخاص، بأماكن، بمواقف أو بذكريات بشكل عام معينة، وبتكون مرتبطة بيهم جدا، بحيث لو شمينا ريحة كده معينة بنشم معاها ريحة الأيام دي. علشان كده معاكم النهاردة ومنورانا في ست الستات خبيرة ومصممة العطور مريم أبو زيد، اللي هنتعرف عليها أكتر مع حضراتكم، نتعرف معها طبعا على أنواع العطور المختلفة. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ خير الحمد لله. يعني انا بيقولوا لي انك مضيفه، مضيفه طيران، يعني حاجه مختلفه خالص، غير نقدر نقول عليها ايه بقى النهارده، هوايه ولا مهنه برضو العطور؟ الاثنين. الاثنين. بدات ازاي؟ انا بحب البرفيومز جدا من صغيره طبعا. يعني بحبها بطريقه مش طبيعيه، وكنت بحب انا وانا صغيره اميكس بين البرفيومز. يعني البرفيوم ارشه مثلا ده على ده عشان يديني السنت اللي انا عايزاها. بس مش سهله على فكره خالص، لان في بارفانات لو عملتي ميكس، يعني لو مثلا جاكيت لابساه وحطيتي عليه برفيوم وخلاص قلعتيه وجايه تخرجي بيه تاني وحطيتي برفيوم نوع تاني، تحسي في حاجه غلط بالزبط. الريحه مش مميزه يعني. ما هو ده بقى، يعني ده اللي بيفرق. يعني ان انا اكون عارفه انا بحط ايه على ايه بالظبط. طيب بدات معاكي الحكايه دي بتحبي تميكسي البارفانات بتاعتك بالظبط كزي اي بنوته يعني، لكن امتى بقت بروفيشن؟ يعني امتى بقت حاجه مهنيه وليها قواعد وهل درستيها؟ هي قصه طويله قوي. انا كنت عايزه اخد بايلوت كورس، فكنت بدور على حاجه تجيب لي انكم ان انا اعرف احوش منها الفلوس وكده. اوكي. فقررت ان انا بما اني بحب البرفيومز اخد كورسات فيها، وعملت بقى البراند بتاعي. وعملت البرفيومز بتاعتي. ايه الفرق ما بين بارفانات الصيف والشتاء؟ وهل حقيقي بس يعني هل حقيقي ده تصنيف صح ولا هي بتبقى حاجه سويت وحاجه معتقه قوي جامده قوي؟ ايه الفروق يعني؟ لا، هي مش بتكون في فرق كده، بتفرق بدرجه الجو، بالوزر يعني. ما ينفعش برفيوم احطه بتاع بالليل احطه الصبح مع الشمس، هيبقى ممكن يخنق. ممكن ريحته تبقى قويه جدا، ممكن يدوخ حد او يتعبه او حاجه زي كده. يا سلام، محدش بيعمل حساب اللحظه دي. لا خالص، انا بيحصل معايا كده، وبعدين يعني بفتكر ان انا حاطه مثلا برفيوم بتاع بالليل حاطاه الصبح. يعني مثلا العود والحاجات اللي زي كده مش بتكون لطيفه ان احنا نستعملها الصبح. اوكي. يعني بتكون تقيله جدا مع الشمس والحراره، فهي بتسخن، فبتخلي الشخص اللي هو حاططها يعني يحس ان هو مخنوق. زي الصيف والشتاء، جو البرد بيبقى عايز حاجه قويه بالزبط. والصيف بيبقى عايز حاجه خفيفه. طيب قولي لي بقى، ايه الحاجات اللي على الترابيزه، وايه الازازه الكبيره دي البلاستيك دي، ويعني اشرحي لي بقى المعدات بتاعتك اللي جايبها. ده الكحول، ده البرفيوم بنعمله على طول بكحول. اوكي. بس الهير برفيوم مش بنستعمل فيه اي كحول بالظبط، عشان ما يشيطش الشعر. وبيخلي الشعر بيكون ناشف، مش لطيف خالص، بيبوظ الشعر. فالكحول اللي بنستعمله في البرفيوم والبودي ميست. كام؟ فاحنا دلوقتي هنعمل مع بعض برفيوم بالمسك والرمان. الله، حلو ده. طيب يلا ابدأي لنا هتعرفي تكلميني وانت بتعملي. ده بيكون شكل المسك الابيض. هو بيكون ثقيل جدا، بيكون زي كده. بس هو كريمي. سائل برضو صح؟ بس هو بيكون ثقيل قوي. يعني مش زي الكريم بالظبط.
فانا بقى بسيحه بطريقه معينه، وفي الاخر بيكون شكله كده لما بعمل ميكس مع بالمسك مع رمان. اوكي، يعني بيكون كده خفيف جدا. هو يعني انا بحب الرمان قوي، بس هل الرمان له ريحه ولا هو بس لون؟ لا لا، ليه ريحه، يعني اصلا ضعيفة شوية. الـ الـ المسك ده بيكون، انا مش بتعمل اي الوان في البرفيومز او اي حاجه، كلها مفيش الوان صناعيه. لا 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 خالص، يعني دي رمان مع فانيليا، فهي الفانيليا لونها بيكون اسود شويه، صح؟ وهي احمر، فهي بتديني بقى في الاخر اللون نبيتي ما بين الاثنين. بالظبط. طيب ابدأي يلا. أوكي. هتحطي ايه الاول؟ دلوقتي انا اوريدي عامله لهم مسيحاهم. اوكي، ده سيحيهم ازاي؟ بسيحهم في ميه سخنه، يعني بعملهم حمام ميه سخنه. بالظبط، حمام بخار. اوكي، وبيسيحوا بقى وفي الاخر بيبقوا كده. فانا بحاول بتجيبي الاسنس بقى، بتجيبي يعني مثلا الرمان، بتجيبي مستخلص الرمان او زيت؟ بالظبط. او بتجيبي ايه؟ بجيب الاويل بتاع الرمان، بيكون طبيعي. أوكي. يعني ما فيهوش اي كيميكالز او اي حاجه زي كده. وتحطيه، وبيكون معاه مسك بقى ناتشرال طبيعي يعني برضو. اوكي، وبعمل لهم بقى ميكس مع بعض بعد ما بيتسيحوا. يعني هنا مثلا الرمان هو فيه شويه سايح، عشان يعني ممكن مثلا من الجو او كده بيبدا بقى ان هو يسيح، لكن هو اصلا بيكون تقيل قوي كده. اوكي، يعني بيكون تقيل كريمي كده. اوكي اوكي، فانا لما بسيحه بيبقى بقى زي كده ليكويد. طيب، مش كريمي شويه. فببتدي بقى ان انا اخدهم كده مع بعض وبحط في البوتل. طب مريم، هو بالسنس ولا بنسب معينه؟ لا، بنسب معينه. يعني انا لما عاوز اعمل برفيوم جديده، ممكن مثلا الموضوع ياخد مني مينيموم 3 شهور. ليه؟ بتعتقيها عشان اطلع؟ لا، عشان اطلع السنت. يعني انا بفضل اجرب كذا مره ايه النسبه دي مع النسبه هتكون احسن. يعني مثلا ممكن اعمل يعني عامله برفيوم جديده بالفانيليا والسكر، ان انا اطلعها كده قعدت، يعني اخذت مني هو وقت. سكر له ريحه؟ سكر له ريحه، بس بيبقى له ريحه لما بيتكارملايز، يعني لما بيتكارمل. لا، يعني مثلا لو في اللي هو السكر اللي هو الحبيبات الكبيره قوي دي، لو جيتي شمتيها كده تحسي انه ريحه مسكره كده شويه، ريحه السكر. شوجري. طيب، فحطيت هنا بقى المسك والرمان مع بعض، وهنا بقى ده التلت تقريبا. لا، هنا حطيت على ال 50 مني بحط 15 جرام. اوكي، ده بقى الكحول. هل كل العطور بتتعمل كده ولا بيضاف ليها حاجات تانية بقى الشركات العالمية؟ ايه اللي بيخلي البارفانات بتاعتها ما بتطرش بسهولة؟ الاويل. الاويل، يعني الاويل ان هو يكون كويس، دي هي دي اللي بتخلي البرفيوم اويل. الحاجات اويل الرمان، اويل الفانيلا. بالظبط، يعني انا عندي في برفيومز بتثبت وبرفيومز لا. ليه بقى؟ السنت بتاعتهم مش قويه. يعني الرمان مثلا ريحته مش قويه خالص، صح؟ ما بتمسكش. انا شخصيا مش عارفه الريحه تبقى عامله ازاي، لكن مثلا الفانيليا ريحتها قويه. الفانيليا معروفه. يعني في على حسب السنت، لكن انا مش بستعمل اي كيميكالز ولا مثبتات ولا الحاجات دي خالص. طيب، دلوقتي بقى انت كده عملتي بارفان رمان. بالظبط، مع ماسك. مع ماسك. ببتدي بقى اقفل البوتل. هل بقى بتعتقي؟ يعني انا بعرف ان الشركات البارفانات ما بتخرجش اي بيرفيوم من المصانع بتاعتها غير بعد شهور، وممكن احتمال بعد سنه. سنين. يعني بيعملوا مثلا الكولكشن الجديد من قبله بسنه، سنه ونص. بالظبط. انت بتعملي كده برضه؟ انا بعمل كده، بس مش بيكون سهل بالنسبه لي. يعني انا البرفيومز المتعتقه دي بتكون يعني الناس معينه بس هي اللي بتاخدها مني، لان مش كله بيكون حابب ان البرفيوم تكون قويه كده. هو كل ما تتعتق كل ما تقوى، بتبقى احسن بكتير خالص خالص. يعني يعني طريقه التعتيق بتاعتها مش بتكون حاجه كده عاديه، يعني لازم الاول بنجيب البرفيوم وبنلفه في حاجه صوف وبنحطه بالباطل بالازازه بتاعته زي ما هو كده. بنحطه في حاجه صوف وبعدين بنلفها كويس قوي ونحطها بقى في مكان ضلمه خالص، وما يدخلش في درفة الدولاب. في بس دي تتفتح. يعني درفة الدولاب ممكن تتفتح، احنا بنخفيها تماما بحيث ان هو ما يدخلهاش اي اضاءة. اوكي، لكن ما تتحطش في تلاجات، ما تتحطش في حاجة تحفظ مش يعني دي مش بتعمل اي حاجة ان انا احطها في تلاجة. الزيوت دي ما بتبوظ؟ لا لا خالص، ملهاش اكسبايري. هي طبيعية، مش متزود ليها اي حاجة، مش بتبوظ خالص. بس هي كده متزود ليها كحول.
دلوقتي بس لا الكحول وهي متعتقه مش بتتعتق بالكحول برضو بتبقى بقى اقوى يعني ممكن لونها حتى يتغير اوكي بالوقت بالظبط مع الوقت ممكن تغمق كده. طيب قولي لي بقى يا مريم انت بتخترعي اسنسز او روايح ولا مثلا انا عجباني البارفان الفلانيه من غير ذكر اسمها تعرفي تركبيها لي؟ انا بعرف اعمل الاثنين بس انا كمريم انا بعمل البرفيومز بتاعتي مش بعمل يعني البرفيومز بتاعتي انا بعملها مش بعمل حاجه اللي هي معروفه او كده لكن انا اوريدي يعني بعرف يعني انت مخترعاها بالظبط وبتقعدي تجربي في الروايح دي وتسميها بقى انت الاسماء بتاعتها يس لكن البرفيومز اللي هي المعروفه ممكن اجيب النوتس بتاعتها بس مستحيل تطلع زي طبعا زي دي اسرار بتبقى بالزبط. اسرار حربيه يعني بتاعت البارفانات الفرنسيه والحاجات دي بتبقى الملي الواحد او النص ملي بيفرق خالص في الريحه اوكي ايه الفرق ما بين الاودو تويلت والبرفيوم اودو برفيوم اوكي الاودو تويلت بيكون نسبه الاويل فيه اقل من البرفيوم فعشان كده بيطير بسرعه بيبقى الكحول بتاعه اكتر لكن البرفيوم بيكون الاويل اللي فيه اكتر بيكون مركز اكتر طيب البيس دايما او القاعده دايما بتبقى كحول ولا في حاجات اصل بيقول لك ايه ده مثلا بارفان للشعر بدون كحول امال البيس بيبقى ايه ميه بس لو البيس ميه عاديه هيبوظ مثلا لو انا عامله شعري ورشيت البيس بتاعه ميه شعري هيرجع مجعد تاني لا بس يعني نقطه الميه اللي هتيجي على الشعر وهي معموله من رذاذ زي ده مش زي نقطه الميه اللي احنا مثلا ممكن نعملها كده ونبل طب ده بالنسبه للبرفيوم ولا ده اودو تويلت لا ده برفيوم الاودو تويلت مش بيكون ليه اي يعني الاودو تويلت ممكن الناس اللي هي بتحب تشم ريحتها كده وبس لكن البرفيوم بيثبت في الهدوم اوكي طيب ايه معيار ثبات يعني تقولي ايه انا بارفاناتي بارفانات ثابته يبقى ايه المعيار عندك ان انا حاجتي كلها ناتشرال مش بستعمل اي كيميكال ده اللي بيفرق ما بين بارفان والتاني طيب اعملي لي خلطه تانية احنا دي كانت الرمان اوكي والمسك صح اعملي لي خلطه تانية اوكي دي بتكون فانيليا ورمان ومسك وروز ايه الحاجات اللي تليق مع بعض يعني في حاجات بتقوليها دلوقتي فواكه مع حاجات خشبيه المسك والحاجات دي اللي هي يعني هل كل حاجه بتليق مع بعض ولا لا مش كله بس انا يعني انا كمريم بفضل المسك في كل حاجه يعني انا البيز بتاعي كله مسك كله مسك ابيض كل البرفيومز بتاعتي فيها مسك ابيض ببتدي بقى ان انا على المسك اضيف حاجات واشوف هي ريحتها هتكون عامله ازاي لكن حتى اي بارفان لازم يبقى عندك مسك فيه انا اوكي لا انا بحب المسك جدا الورود ايه دي بس اللي بستعمل فيها روز يعني انا مش بحب ريحه الورود بتتعبني جدا بتصدعني قوي بتتعبني قوي قوي يعني بتحس ان انا دايخه كده ومش طبيعيه بس هل انت بتعملي على ذوقك بس يا مريم ولا ممكن يعني بتشوفي ايه الروائح اللي الناس بتحبها وتبداي تدخليها بس بصراحه يعني انا في الاول خالص كنت بعمل على ذوقي انا طبعا لان انا كنت يعني انا اللي بعملهم في البيت يعني التركيبات بتاعتي كل حاجه بتكون في البيت فبكون غصب عني طول الوقت شامه الريحه حتى لو لابسه ماسك او كده بكون شماها وبتدخل يعني بكون قويه جدا بس بقى مؤخرا بدات بقى اعمل الحاجات اللي الناس ممكن تكون يعني تحبها اكتر والاذواق المختلفه يعني ان انا ارضي كل الناس طيب قولي لي بقى قولي لي برضو انواع تانية من العطور اللي انت عاملاها ايه على ايه برضو تدينا مريم كده افكار ان احنا حاجات لو عايزين نخلط بما انها يعني اصل انت محسيه انها سهله لا هي سهله كتركيب أوكي. هي سهله جدا بس السنتي الواحد الملي الواحد بس بيفرق بيودي البرفيوم في حته تانية خالص السنت بتاعتها طبعا ده ايه اللي هو ده اسمه زي السكر ده لسه جديد دي عباره عن فانيليا وسكر بس كده السكر زيته ايه يعني بتعمليه ازاي ولا انت بتدوبيه لا انا بس؟ مش بعمل الاويل يعني الاويل انا بجيبها بس في زيت للسكر بالظبط أو مرة أسمع عنه زيت السكر ده بيطلعوا زيوت من السكر؟ بيستخلصوها من السكر أوكي ودي أريبيان نايت دي عبارة عن فانيليا ومسك وعود بس عود لايت
في عود تقيل وعود خفيف. يعني ممكن احاول اشممها لك. ريحتها حلوه قوي. يعني بالظبط. طب في بتعملي برفانات رجالي وحريمي ولا حريمي بس؟ لا حريمي بس. حريمي بس. طب والرجاله؟ ما الرجاله برضه بتحب تحط برفان. انا يعني مش بكون عارفه اذا كان دي حلوه ولا لا، يعني ممكن اشم ريحه رجالي تعجبني بس ممكن يعني مش عارفه دي ممكن تعجب الولاد او الرجاله او لا يعني. طيب بس اريبيان نايت دي يونيسكس يعني. مهجره ومهجره. قولي لي تاني انواع تاني. اوكي. ايه دي عباره عن باودر، ريحه باودر البيبي مع مسك. حلوه قوي. طب بتجيبي ريحه الباودر دي ازاي؟ بتكون اوريدي مستخلصه، يعني هي اوريدي بتكون مستخلصه من ريحه كذا، يعني مثلا لو الباودر مالهوش اويل هم بيستخلصوا بقى السنت بتاعته بيركبوها. اوكي. من من اويلز الطبيعيه لحد ما يوصلوا لريحه البودره دي. طب ايه اللي في النص دي لونها روز؟ ايوه دي. ايه دي؟ دي عباره عن مسك وروز ورود. لا الروز اللي انا مستعملاه في بون في. عايزه اسالك بقى على البودي سبلاش. البودي سبلاش يعني خلاص الناس كلها بتستعمله، ببقى حريصه جدا جدا على البودي سبلاش. ده بيكون شكل. بس انا دايما بيبقى عندي سؤال، ببقى قلقانة من البودي سبلاش ويتعارض مع البرفيوم اللي هحطه بعد كده. هل انت بتعملي حاجات لايقه مع بعض بالزبط. اللي بيها لو حد عايز تبقى ريحته دي يبقى تاكيد على الريحه بالبرفان ولا يعني البرفيوم بيكون معاه بودي مسك برفيوم. يعني الثلاثه مع بعض. بس سبلاش بودي كريم سنتد بريحه ولا لا؟ بتكون ليها يعني بتحتاج كيميكالز ومواد حافظه عشان ما تبص يعني. انا عملتها قبل كده باظت مني. طب ما تقولي لنا كده ممكن حتى لينا في البيت الكريم. بصي لو بتعمليه في البيت بتجيبي كريم عادي من اي نوع كريم من الصيدليه. لا اللي هو بيكون مثلا ملوش اي ريحه، اي ريحه خالص. بيكون يعني في جلسرين او حاجه زي كده. بتبقي تحطي عليه اويل، يعني اويل المناسب لبشرتك مثلا كوكونات اويل ومعاه السنت. بس ما ينفعش تحطي عليه برفيوم لان البرفيوم بيكون فيه كحول. لو استعملتيه وهو فيه كحول بالظبط ممكن يعمل انفكشن. اوكي. لكن اجيب الاويل ريحه الاويل اللي انا عايزاه واحطه على الكريم ومعاه ايه قلتي؟ ومعاه الاويل المناسب للبشره زي زيت الزيتون وجوز الهند. ده شيء رائع. طب ايه اللي جاي بقى بالنسبه لك؟ خلاص انا وقتي خلص، بس هتتطوري ازاي؟ مش عارفه لسه. يعني انا دلوقتي في فتره ناس كتير قوي ابتدت تعرفني. الاول ما كنتش كده خالص، يعني كان صحابي بس اللي عارفيني يعتبر. فانا بقى يعني ان شاء الله ممكن افتح ستور قريب او حاجه زي كده. وتعملي الروايح بقى باسماء حاجات انت يعني تركيبتك انت. ما اوريدي انا عامله كده التركيبات. بالظبط. ومسمياهم كمان يعني الاسماء بتاعتها. خلاص فاضل لنا بقى الماركه التجاريه. مريم بشكرك شكرا جزيلا. برافو عليكي انك انت بتفكري كده افكار مختلفه. دايما الروايح يعني الناس بتفتكر ان الروايح الفرنسيه، لا ده احنا مصر مليانه يعني تاريخها كمان مع تركيبات العطور بالزبط. تركيبات مميزه جدا مصريه. فانا بشكرك انك انت اتجهتي بالاتجاه ده. مريم ابو زيد خبيره ومصممه العطور اللي نورتنا النهارده. شكرا جزيلا يا مريومه. وفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.